اتكلمنا على خط الدفاع وخط الوسط. احمد، خط الهجوم نادي الزمالك شايف المراكز اللي فيها، اللي احنا مستقرين على هجوم نادي الزمالك، ولا شايف ان في احنا ممكن نطور في الهجوم بتاعه؟ ده يقدر. بص، الزمالك اي فرقه كبيره عايزه تنافس على البطولات لازم يكون لها عندها قوام اول وقوام ثاني، لازم يكون عندها بدائل في كل مركز وبدائل قويه في كل مركز تقدر تعتمد عليها في اوقات كتيره جدا. عندك اصابات، عندك ايقافات، عندك حاجات خارج ارادتك، مثلا عدم وجود لاعب، فتقدر اللي مكانه او موجود مكانه يقدر يشيل بنفس الطريقه بنفس السيستم، لانه هو عباره عن سيستم واحد المدير الفني بيحطه فبيطبق على القائمه كلها. الزمالك بيعاني لعدم وجود بدائل والناشئين اللي الناس كانت بتتغنى بيها السنه اللي فاتت زي حسام عبد المجيد والكلام ده كله بداوا يهاجموهم المره دي، لان في الاول وفي الاخر زي ما قلت الزمالك السنه اللي فاتت كان بيكسب، فالمكسب مديله ثقه، والثقه بتجيب اكتر مكسب ففاز بالدوري. السنه دي من اول ما وقع وبدا الامور تبقى صعبه شويه، فاللعيبه الضغوط، لعيبه صغيره، حسام عبد المجيد صغير، وبدا الناس حتى جماهير الزمالك كانت هجمته فتره من فترات 10 فروقها بالنسبه للهدف اللي دخله عكسي، واي حد يبقى تعرض للحوار ده، وده كان بصراحه كان انتقاد كان صعب شويه على لاعب. الناس كلها جمهور السوشيال ميديا برضو، الناس كلها يعني الناس كلها ما بنسميش على حد، كل اي حد، اي لاعب معرض لاي حاجه ممكن تحصل انها حاجه لا اراديه يعني. بس الزمالك محتاج تعديل في كل مركز طبعا، منهم خط الهجوم لازم يبقى فيه حد بديل لسيف الجزيري، لازم يكون حد بديل على مستوى سيف الجزيري. سيف الجزيري لعيب كويس جدا وماشي مع الزمالك كويس جدا، بس هو لعيب ضمن منظومه، لو المنظومه كلها واقعه يبقى سيف الجزيري برضو ارقامه هتقع. شغل هشيل لوحده بالظبط. انا منظومه كلها متكامله، المنظومه ماشيه مع بعض كويس بيبقى المنظومه بتدي نتاج كويس في الاخر. انما انا ما اجيبش مثلا ميسي واحطه في الزمالك اقول له هات لي الدوري، ما فيش كده خالص. لو انا جبت احسن لعيب في العالم ودخلته الزمالك في ظل منظومه مش باينه ملامحها فنيه عمره ما يديني نتاج فني. فالزمالك محتاج خط وسط وخط الظهر وخط الهجوم، تدعيمات في كل خط حسب احتياج وحسب خطه بتتحط على اساس ان انا التدعيمات دي كلها بتعملها فترة اعداد كويس عشان يبقى في تجانس مع الفرقة تضطر تنزل وبعدين تاخد منهم نتائج. انما ما اجيبش برضه نفس الوضع مع تلاحم الموسم اللي هاني قال عليه وانتظر نتائج تانية. عظيم، طبيعي جدا لازم الريتم هيقع. طيب.